مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم في تغطية خاصة لتلفزيون اليوم السابع للتطورات اسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية. ايه اللي حصل على مدار اسبوع؟ اسباب الصعود الكبير في اسعار الذهب عالميا وفي السوق المصري. كمان هنعرف اتجاهات سوق الذهب الايام المقبلة، هل هنشهد ارتفاعات في الاسعار ولا ربما يحصل فيه تراجعات زي اللي حصل في ابريل اللي فات لما طلعنا لمستويات 2900 جنيه للجرام، ثم تراجعت الاسعار الى مستويات 2150 جنيه. هنعرف كمان التوقعات، الناس دايما بتسأل الاسعار رايحة فين الفترة اللي جاية، تحديدا سنة 2024، وحاجات تانية كتير عن سوق الذهب. وهيكون معانا للشرح والتعليق الاستاذ سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب. نرحب بيك يا فندم معانا في اليوم السابع. اهلا وسهلا اهلا بيك. قبل ما اروح على الاسئله اللي الناس كلها مستنيها، عايزين نعرف السوق دلوقتي فين، الاسعار ايه دلوقتي واحنا بنذيع النشر. واحنا بنذيع النشر دلوقتي عيار 21 بيقترب من 2900، يعني احنا بنتكلم على مدار اليوم في 2885 2890، وده سعر ما كانش حصل من شهر 5 اللي فات اول مره. في اقبال على السبائك والجنيهات تاني من جديد بسبب الموضوع ده. طيب ايه السر في الارتفاع؟ مفيش تغيرات تظهر في اسعار السوق الموازي للعملات الاجنبيه. السر في الارتفاع ان حصل طبعا زي ما انت عارف تثبيت لسعر الفايده تاني، فالناس بدات تلجا تثبيت الفايده في الولايات المتحده الامريكيه عشان نبقى واضحين، يعني طبعا في الولايات المتحده الامريكيه، وده اكتر حاجه بتاثر على السوق عالميا برضه، عايزين نقول كده لان احنا بنشتغل على البورصه العالميه. النهارده البورصه العالميه كانت وصلت في يوم من الايام 2073 من يومين بالظبط، تراجعت تراجع بسيط ووصلت النهارده ل 2021 او قافله على 2021، لان النهارده السبت قافله على كده. تمام. 2021 للبورصه ال 31100 عيار 24. طيب ما هو انت بتقول لي 2073 رجعنا 2021، يعني في تراجع عالمي، ليه هنا في مصر مستمر في الصعود؟ نقدر نقول ان التراجع ده تراجع حاسم، بعض الاحيان بيكون عمليات جني ارباح وهيحصل ارتفاع تاني زي ما حصل قبل كده، وقلنا في شهر 5 لما وصل 2070 قلنا انه لازم هيجيب الرقم ده تاني ويعدي، ويبقى الرقم ده بالنسبه لنا مستوى عاوزين ننزل له. الارتفاع ما بيحصلش مره واحده ويسميه مرتفع على طول، لازم بيحصل عمليه تصحيح وتراجع يعني. بالظبط ده اللي حاصل. طب ايه المتوقع مع نهايه السنه وبدايه الربع الاول من 2024؟ البنوك العالميه كلها بتقول ان التوقع ان الاونصه توصل ل 2200 ل 2250 في الربع الاول، وده معناه ان احنا هنعدي هنا مستويات ال 3000 جنيه في الجرام. ده معناه ان ده حاصل. كنت طلعت مع حضرتك مداخله قبل كده في شهر 10 وقلت في بدايه 10 ان الذهب كان ب 2150 جنيه. صحيح صحيح. النهارده السعر المثالي الحقوا اشتروا، نهايه السنه هنقفل ال 3000 جنيه. اعتقد ان توقعاتي صدقت عن الفتره دي، ودينا اهو داخلين على 3000 جنيه. غير سعيد بالمره بالارتفاع الغير مبرر، ولكن هو ده اراء الاقتصاديين والمحللين كانت بتقول كده، وده فعلا حصل اهو. طيب نقطه البيع والشراء، يعني لما السعر بيوصل لمستويات قياسيه زي اللي حصل دلوقتي، بعض التجار يمتنع عن الشراء من المواطن اللي اشترى منه قبل كده، شايف النقطه دي ازاي؟ النقطه دي مش سليمه ومش صحيحه، لان انا لما بشتري ببيع في السوق، بمعنى تاني ان السعر اللي بينزل في السوق عندنا انا اقدر اشتري وابيع بيه. بعض التجار او بعض صغار التجار بيبقى خايف من ان يحصل تراجع، نوع من التراجع الشديد قبل هو ما يلحق يبيع، فبيقول للزبون لا او معيش نقديه، ولكن كل المحلات الكبيره بتستمر في البيع والشراء. عاوز اقول لك ان مع ارتفاع الاسعار بيحصل اقبال زياده، مع ان المفروض العكس يبقى صحيح ولكن العكس خطا. الاسعار لما بتبتدي تنزل الناس بتحجم عن الشراء، واول ما الاسعار تبتدي ترتفع بنلاقي اقبال بيشتروا. بالظبط. طب فرق السعر عن البيع والشراء، يعني انت قلت لي 2885 ده سعر البيع للمستهلك بدون اضافه مصنعيه، لو انا مستهلك ومعايا ذهب رايح ابيعه دلوقتي عيار 21 سعره يبقى كام؟ جميل جدا، نقطه حلوه انت اتكلمت فيها. نفس الكلام لو حضرتك دخلت البنك بتشتري عمله او بتبيع عمله، كويس،
في فرق بين سعر البيع وسعر الشراء. صحيح. فالتاجر عشان يطلع لحضرتك العادية وياخد منك ذهب يروح يسلمه المصنع او يروح يعمل ثاني سبيكة عشان يعيد تشغيله وتصنيعه يبقى عنده نسبة فقط حوالي 0.5%، وهو بيحط لنفسه نسبة ربح حوالي 1-2% تاني لتاجر التجزئة. معنى ذلك ان هنقول ان بيبقى فيه حوالي من 1-2% خصم بيعمله التاجر وهو بيشتري منك المجهول، يعني مش اكتر من كده، من 1.5-2%. بالظبط بالظبط. وطبعا ده بيتراوح برضه بين ان هو عنده بعض الناس بتوصل ل 3% يقول انا على ما اشتري وانزل ابيع بكره السوق هينزل 20-30 جنيه فاعمل حسابي في الموضوع. ولكن مش اكتر من كده، لان بسمع بعض الناس اللي يقول لك انا اتخصم مني 5% او 10%، اقول له غير صحيح، انت تعرضت لعمليه مش مظبوطه. طيب هسالك السؤال العادي اللي احنا دايما متعودين عليه، وهو النسبة المئوية لبيع المشغولات قياسا او في المقابل الناحية الثانية السبائك والجنيهات، ايهما اكثر عليه؟ سبائك المشغولات متصدرة، السبائك كانت في شهر 10 و11 تقريبا كانت وصلت ل 10-15% فقط من اجمالي المبيعات، النهاردة ارتفعت لحوالي 30% تاني. يعني السبائك 30 والمشغولات 70؟ بالضبط يا فندم. بعد معرض نيبيو 2023 طبعا اليوم السابع كان مشرفنا فيه وعمل فيه كذا لقاء، حصل نوع من الإقبال على المشغولات الجديدة اللي عملتها المصانع كلها موديلات أكثر من رائعة. ففي نوع من الإقبال دلوقتي على الموديلات بتاعة المعرض اللي نزلت في المحلات كلها. طيب وهي الناس رايحه تشتري دايما بتروح سألنا السؤال التقليدي، وانا عارف انه الاجابه بتاعته بتكون صعبه، وهو المشغولات المصنعات بتاعتها كام؟ انا عارف ده بيتحدد وفق كل قطعه، بس المتوسط لو قلنا المتوسط بتاع المصنعات كام دلوقتي؟ تعال نقول حاجه جميله جدا حصلت السنه دي، بعض الكيانات الكبيره او المحلات الكبيره بدات تعمل تصفيات او اوتليت، وده اول مره يحصل في الذهب. فبعض الناس بدأت تبيع بزيرو مصنعية الموديلات اللي باقي عندها قطعة أو اتنين أو انتهت من تصنيعها بقالها فترة. بعض الناس بدأت تعمل 25 جنيه مصنعية، وده اللي خلى السبائك تتراجع شوية، لأن لما يروح يشتري مثلا غويكة بمصنعية 25 جنيه تصفية الموديل آخر السنة، بالنسبة له ده استثمار رائع أو ادخار رائع، لأن ما بقاش أكثر من 1%. انما متوسط المصنعيات في العموم نقول في المصري في ال 21 من 60 ل 100 جنيه، وفي ال 18 من 80 جنيه ل 130 و 140 جنيه. اما في الايطالي والتركي فبتوصل لمستويات من 300 ل 600 جنيه. طيب قبل ما اختم هسالك سؤال لسه يعني بعض الساده بيسالوني، وهو مستقبلا انت دايما بتقول ان وقت ذروه الاسعار زي كده تجنب الشراء، هل لسه عند نصيحتك وبتقول نتجنب الشراء لانه قد نشهد تراجعات في الاسعار، ولا بتقول انه السعر ده قد يكون بعده ارتفاعات اخرى؟ اولا احنا النهارده بنقول ان التوقعات العالميه وانا همشي ورا دوت بتقول ان في ارتفاع تاني في الربع الاول من السنه. اقدر اقول له خليك الاسبوع ده حذر، يعني بص الدنيا هتمشي ازاي وهتروح فين، وبعد الاسبوع ده هتبان كل النتائج. توقعي ان هيبقى فيه ارتفاع تاني مع الاسف. حتى لو حصل ارتداد دايما بقول للناس ان انت بتدخر في حاجه لازم تسيبها سنه. ادخار في الذهب ادخار متوسط الاجل مش قصير الاجل، بمعنى ان انت على الاقل لازم تسيبها سنه عشان تشوف النتيجه. لو كنت مع حضرتك قبل كده وكنا مع بعض كتير في 1/1/2022 الذهب كان ب 790 جنيه لو حضرتك تتذكر. صحيح صحيح. ب 1/1/2023 الذهب كان ب 1600 جنيه برضه لو حضرتك تتذكر. يا ترى في 1/1/2024 هنسمع المستويات ال 3200 جنيه ونقول ان الذهب بيزيد بمواتيره 100% سنويا؟ اعتقد ان ده ممكن يحصل. اشكرك شكرا جزيلا استاذ سامح عبد الحكيم عضو شعبه الذهب، متحدثا عن تطورات اسعار الذهب في مصر والبورصه العالميه وتوقعات واتجاهات سوق الفتره المقبله. بنشكر حضراتكم لحسن المتابعه وانتظرونا في تغطيات اقتصاديه جديده.